حالة الفرحة تلك انعكس صداها في فرنسا، وتشهد بأنه المواطنين الجزائريين أو المقيمين الجزائريين في الأراضي الفرنسية يظهرون كأن فرنسا تحت احتلال جزائري من خلال الاحتفالات التي تجوب العاصمة الفرنسية. ولكن قطعا هؤلاء من يحملون الأحقاد والغل على الشعب الجزائري ولا يتمنون تحقيق أي فوز أو نجاح بالنسبة للجزائر، على الفور يخرجون بتصريحات معادية تقلل من الجزائر وتوضح حالة الحقد والكره المتواجدة في قلوبهم. منها طبعا تصريحات ماريان لوبان تتوعد الجزائريين من أجل أن ترضي اليمين المتطرف المتواجد في فرنسا. مع الأسف الشديد الآن أصوات اليمين المتطرف في فرنسا قوية للغاية. طبعا ماكرون الآن كل قراراته ضد الجزائر، ضد الشعوب الإسلامية، ضد المسلمين المتواجدين داخل الدولة الفرنسية. حديثه عن غلق للمساجد، حديثه عن مراقبة للمساجد، حديث وزير داخليته عن أن أكلات المسلمين لا تتفق مع قيم الجمهورية الفرنسية. هذا الأمر يدلل على هذا الشيء وعلى حجم كبير من الانتهاكات يمارس الآن من فرنسا تجاه أبناء الشعوب المسلمة. لكن الجزائر بتصريحاتها أيضا القوية التي خرجت من تبون، وعبد المجيد شيخي مستشار الرئيس تبون حيال فرنسا، والتي رأى في تلك التصريحات بأنها تمثل نعيق ونهيق لا قيمة له، كان واضح للغاية هذا التصريح بأن الدولة الجزائرية الآن أصبحت في حالة من القوة لتواجه فرنسا. سباق التسليح الذي تحدثنا عنه وتحدث عنه الخبراء الآن في الجزائر يظهر بأن الهوة والفوارق من حيث التسليح بين فرنسا والجزائر لم تعد كبيرة كما كانت في السابق، وهو أمر يدلل على تصاعد القوة الجزائرية وعلى خوف فرنسي من أن تخسر حليف لها هو الحليف الجزائري. لذلك حتى مع تصريح تبون بأنه لن يكون هو أول من يبدأ خطوات التقارب والتصالح مع فرنسا كانت واضحة.